بداية بنقول صباح الخير، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على معبد أو مجموعة من المعابد، سواء تشابل صغيرة أو معبد كبير موجودة في مكان مهم جدا في محافظة أسوان، اللي هي معابد جزيرة فيلة. الحقيقة جزيرة فيلة هي مش دي طبعا الجزيرة الأساسية اللي تم من خلالها البناء. احنا عارفين كلنا ان المعابد اللي موجودة على جزيرة فيلة تم نقلها لجزيرة أجيليكا، وهنتكلم على جزئية النقل كان تم ازاي والكلام دوت كله. الحقيقة الجزيرة بتاعتنا الأساسية كان لها عدة أسامي. أول حاجة الجزيرة اللي هي فيلة كان اسمها با إيريك خلاص، ويقال ان با إيريك ديت كانت لها أصول نوبية. الحقيقة معناها مش معروف، في ناس ترجمت ان با إيريك ديت معناها الحد أو الحدود. وقبل كده في عصر الأسرة الثلاثين قبلها، فقبل الفترة ديت كانت جزيرة فيلة كانت بتعرف باسم تاكامبوسكو، ودي ما معناها اللي هي المكان أو الحد الفاصل في أحد النصوص اليونانية. بعد كده با إيريك وهو الاسم الأشهر معناها الليمت أو البوردر، أصبح بينطق بيلاك أو باليك، وبيلاك ديت أصبحت بعد كده محرفة في العربية لفيلة. هل فيلة كان ليها أسامي تانية؟ الحقيقة فيلة كان ليها أسامي تانية، يعني زي مثلا كلمة سنموت، ودي ظهرت في بعض النصوص اليونانية أو النصوص المصرية القديمة. برضو بيلاق أو بيلاق تم يعني ترجمة الاسم دوت لأسامي مختلفة جدا أو تعبيرات مختلفة، بالإضافة لمعنى الحد أو الفاصل. في ناس ترجمتها إنها معناها فريندز أو فريندشيب، الصداقة أو الأصدقاء، يعني دي أحد الترجمات. لكن في النهاية باريك أو باو إيريك، في ناس برضو قالت إن هي معناها جزيرة الزمن، للإشارة إن المكان كان يعني إيه بيشير إليه، إلى المكان أو الزمن اللي كان بيحصل فيه الزيارة المعتادة من إيزيس لقبر زوجها أوزوريس في الجزيرة المقابلة، وهي جزيرة بيجا، حيث القبر المقدس للإله أوزوريس. طبعا كل دوت نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل بعد بناء خزان أسوان والسد العالي. وبعد كده زي ما قلنا برضو ان في بعض الاسامي اللي فيلا ذكرت في النصوص زي كلمة سنموت. دي الاسامي المختلفة لجزيرة فيلا، تعالوا كده نقولهم مع بعض مرة اخرى. اول حاجة ان جزيرة فيلا زي ما قلنا it was called in the ancient Egyptian language the original name was Pa Irik. خلاص با إيريك، in fact the meaning of با إيريك is unknown. However some scholars confirm، يعني بعض الناس أو ال scholars أو الباحثين confirm، يعني بيؤكدوا، some scholars confirm، الباحثين بيؤكدوا that this name is translated as the limit or the border، الحد أو الحدود بتاعت مصر، because of being located in nearby the southern borders of Egypt، نتيجة وجودها في نتيجة بجانب الحدود الجنوبية لمصر. After that it was called Pilak خلاص أو Pilak and in the Coptic language and in the Greek language the Greek name of the Egyptian Pilak was sometimes translated as Phila. It was sometimes translated to be friends or friendship، الإشارة للصداقة أو الأصدقاء. هي كلمة بيلق بتستخدم في اللغة اليونانية للإشارة للصداقة أو الأصدقاء. برضو we have also another name.
معلش يا شباب، بس ايه الصوت راح من عندي؟ صوت كده كويس؟ يا سنة تالتة سامعني؟ ايوه تمام يا دكتور. طيب so we have Pa'erek which means a border and it was called Pilak and after that Pilak or Filak after that modified in Arabic Filak or Filay it was called friendship. We have also another interpretation, ترجمة أخرى للاسم, that by the Roman time the priest, the temple called it Pau'erek, which means the island of the time. As for the neighboring island, الجزيرة اللي كانت مقابلة ليها, where the sacred tomb of God Osiris was located, it was called the Abaton, اللي هو جزيرة الأباتون أو القبر المقدس للإله أوزايرس, and this name was attested by the 26th dynasty. Also, another name for the district of Phila was attested in the inscriptions of the temple and also in different sources. It was called Senmut. خلاص ال area كلها بتاعت Phila was called in the inscriptions, it was called Senmut. طيب يعني ارتبطت بمدينة أو جزيرة فيلا قصة شهيرة تناولتها يعني الأهالي اللي موجودين في المكان, اللي هي قصة أو أسطورة أنس الوجود. وأسطورة أنس الوجود الحقيقة هي أسطورة كده زي ما بنقول شعبية شوية. يقال إن أنس الوجود دوت كان شخص حب بنت اسمها زهرة الورد, ولما والد زهرة الورد عرف في قصة الحب اللي ما بين الطرفين فخد بنته وحبسها في المعبد بتاع إيزيس على جزيرة فيلة. وأنس الوجود كان بيدور بقى, يعني كان بيلف الدنيا كلها وبيدور عليها, وإن هو كان بيلعب كده موسيقى فاستأنست بيه الحيوانات, علشان كده هو سمي بأنس الوجود, لغاية ما قدر يوصل لمكان حبيبته اللي هي زهرة الورد, وقدر في النهاية يقنع والدها إن هو يتزوجه. فعلشان كده حتى الأسطورة ديت ارتبطت بجزيرة فيلة, بالإضافة إن جزيرة فيلة والمعابد بتاعتها ذكرت من بعض الرحالة العرب باسم جوهرة الشرق, نتيجة إن هي كان لجمال وعظمة المباني والتمبلز بتاعتها, فعلشان كده سموها زهرة الشرق, the diamond of the east. تمام. So this place, the original island of Phila, it was called it were, or it was relevant connected to a certain folkloric story which is called the myth of Anas al-Ughud. Anas al-Ughud was a man who loved or fell in love with a girl called Zahrat al-Ward, and when the father of Zahrat al-Ward know this love story between the two sides, he decided to imprison Zahrat al-Ward in the island of Isis, on the island on the temple of Isis on Phila island. And Anas al-Wud wandered every place, يعني تجول في كل مكان. He wandered every place looking for his lover, and after that he finally met her or could find the place where she was prisoned, and finally he could convince, يعني ايه convince, يعني يقدر يقنع, he could convince the father of زهرة الورد to marry, and they happily married. Also, Phila was attested by the Arab travelers, or it was called by the Arab travelers, with a very important name, which is Gawharat al-Sharq, meaning the diamond of the East. And this was attested in the recordings or in the writings of the Arab travelers by the 18th and 19th century AD. دي المكان بتاع جزيرة فيلة. وبعد وادي جزيرة بيجا اهي اللي احنا قلنا عليها كان فيها القبر المقدس للإله أوزوريس. So here was the original island of Phila, and this was the island where the sacred tomb of Osiris was located. And after the flood inundation, the temples of Phila were transported to Agilica. تمام. دي بعض الصور القديمة للمعابد بتاعت جزيرة فيلة. طبعا انتوا شايفين اجزاء منها كده قد ايه هي غرقانة بشكل كبير جدا. اديك الكاسك بتاع التراجان, تخيلوا المنظر, يعني لغاية نصه
كان ممتلئ بالمية وكان للأسف يعني في حالة صعبة جدا. ادي المعبد اهوت من بعيد شايفينه، حتى يعني الجزيرة نفسها مش باينة. ادي مثلا الايسترن والويسترن كولونت لغاية نص الأعمدة تقريبا في مية، يعني هما كانوا بيدخلوا من خلال المراكب. شايفين كانوا بيدخلوا المركب ازاي؟ من خلال مركب. ده طبعا يعني كان لو كان استمر الوضع كده بنفس الشكل كان ممكن يأثر عليه بشكل كبير جدا. وطبعا السيفنج بتاع المعبد دوت حصل من خلال دعم الحكومة المصرية وهيئة اليونسكو، وتم تقطيع المعبد لأكثر من 47,000 قطعة، تمام، ونقلها مرة أخرى. الحقيقة كان أحد المشاريع القومية المهمة جدا، ونقلها مرة أخرى لجزيرة أجيليكا، وتم افتتاح طبعا المعبد في النهاية في 10 مارس سنة 1980، تمام. So the island of Phila, the original island of Phila was was inundated. خلاص it was located near the first cataract of the Nile. كان قرب جدا الجندل الأول من نهر النيل. And it was about 3 kilometers south of Aswan Dam. The island was annually covered with water. كان بيتم يعني إيه annually covered with water يا سنة تالتة؟ annually يعني سنويا. خلاص covered يعني مغطاة. It was annually covered with water during the season of the Nile inundation. في كل سنة من في الفترة بتاعة فيضان النيل، خلاص from December to April. بعد كده the temple could be visited only during that time by boats. اللي عايز يزور المعبد كان بيركب مركب ويبدأ يدخل ايه أجزاء المعبد. بعد بناء سد العالي تم غمره بشكل كبير جدا بنهر النيل، فأصبح طول أيام السنة فأصبح صعب جدا إن هو يبقى الحال على ما هو عليه. Okay. After the construction of the high dam, the monuments of Phila were inundated almost all the year. They were inundated almost all the year. معظم أيام السنة، معظم سنة، فترة بتاعت السنة، it was completely inundated. And therefore, the Egyptian government took the decision to save the Nubian temples with the assistance of the UNESCO. الحكومة المصرية أخذت قرار بإنقاذ معابد النوبة، من ضمنها طبعا معبد أبو سمبل ومعابد جزيرة فيلة وبعض المعابد الصغيرة الأخرى. So the temples on the island of Phila were cut into 47,000 blocks and reconstructed on the island of Agilica, and the temples were finally inaugurated on the 10th of March in 1980. ده كان يعني ايه خطة بناء المعبد، إعادة بناء المعبد مرة أخرى. دي برضو أحد الصور لمناظر المعبد وهو معظمه غرقان بنهر النيل، ودي جزيرة أجيليكا اللي تم أخيرا ليها النقل وإنقاذ المعبد فيه، وتم بناؤه على نفس الديزاين بتاع المعبد أو نفس الديزاين بتاع جزيرة الفيلة، نفس الموقع تقريبا. حاولوا يعملوا كده ايميتيشن لو هما بيركبوا المباني مرة أخرى. آدي شكل آخر للمعبد من فوق بالمباني بتاعته. أوكي طيب، هنبدأ نتكلم على المعبد واحدة واحدة كده. وانت داخل اول ما بتدخل، تعالوا كده نشوف تاني مرة اخرى المكان. انت المركب بتقف بيك هنا خلاص، وبتبدأ تطلع السلم كده وانت كجايد. دي على فكرة البنشات اللي هم عاملينها لعروض الصوت والضوء. بتقف هنا وهتبدأ جولتك، هتمشي كده مع السياح وهتقف هنا خلاص. دي الشابل بتاعت نكتة نبو اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها خلاص. يبقى دي أول محطة ليك كجايد، بعد ما بتبدأ تدي introduction عن المكان وعن جزيرة فيلة وإيه الأسامي بتاعت جزيرة فيلة، هتقف عند الجزئية دي وهنبدأ نشرحها مع بعض. This is the chapel of نكتة نبو. خلاص الشابل الحقيقة بتاعت نكتة نبو بتعتبر من أقدم الأجزاء بتاعة المعبد.
ويعتبر المكان دوت اتبنى اساسا من خلال لينك تنبو الاول من الاسره ال30، وتم حصل له ريستوريشن في فتره عصر بطليموس الثاني، وحصل له اعاده اعمار او اعاده بناء مره اخرى ما في الفتره ما بين عصر بطليموس الثامن لعصر بطليموس ال12. الشابل او الكيوسك الصغير دوت بيقع في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيره، و ظهرت برضو بعض البلوكس فيه بتظهر اسم الملك نكتنبو ايه الاول. طبعا احنا هنلاقي الانترنس اهو خلاص، بتدخل وفي انترنس تاني برضو، بتدخل بتلاقي بعض الكولومز بتاخد شكل يعني كومبوزايت شيبس، وفوقيها هنلاقي اللي احنا كلمنا عنه قبل كده اللي هي الاباكوس. فاكرين الاباكوس اللي هي طبلية التاج بالقلب العربي كده؟ الاباكوس ديت بتاخد شكل الالهة حتحور، تمام؟ ادي شكل الالهة حتحور، وجه الالهة حتحور بشكل ادمي وبودان بقرة، بتبقى ودان مطولة كده شوية، وبتبقى من الاربع من الفور سايدز خلاص. والحقيقة دايما في يعني ايه ناس ارجعت الشكل دوت لبعض الوصف اللي كان للإلهة حتحور، ان هي حتحور ذات الاربع اوجه خلاص. كان في كده نص بيقول حتحر حروف دو، الإلهة حتحور ذات الاربع اوجه، ودي احد الاشكال للإلهة حتحور. بالإضافة إن هي في بعض الأحيان اتصورت في شكل فور كوبرس، والناس كتير قالت إن الأربع أوجه دول بيمثلوا الاتجاهات الرئيسية الأربعة، الفور كاردينال بوينتس خلاص، وتعتبر من أفضل أو من الأشكال الإنوفيتيف جدا لطبلية التاج أو أشكال الأعمدة في المعابد المصرية خلال العصر اليوناني الروماني. مفهوم يا سنة تالتة معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام. طيب هنلاقي برضو جوه في مناظر كتير جدا، معظمها مناظر اوفرينجز للبطالمه ونكتنبو، وهما بيقدموا القرابين للالهه حتحور والالهه ازيس. للاسف المكان كان ليه سقف بس طبعا مش موجود، وكان ليه اوضه تانية، الاوض الانر تشابلز ديت برضو للاسف مش موجوده. انت كجايد يهمك ايه؟ يهمك ظهر المكان، او يعني ايه، انت هتبدا تشرح هنا الاستخدامات بتاعه وتاريخ المكان نفسه، والاباكس بتبقى ظاهرة عندك، وهتلف كده، هتمشي كده تلف وتقف هنا، هي حتة كده ظل شوية، هوريك هيبقى في منظر ايه. ده الاباكس، شايفين اهو شكل إله حتحور وبودنين بتوع البقرة. في الظهر هتلاقي مناظر متتالية للثالوث بتاع الفانتين اللي هو الاله خنوم وساتت وعنقة انوكيس، فتبقى فرصة حلوة جدا ليك كجايد ان انت تشرح الثالوث دوت بريفلي وتدي فكرة عنه، لان المناظر بتاعته واضحة اهي خلاص، الثلاث ثري ممبرز موجودين بشكل واضح جدا. تمام. يبقى the first as a tour guide, the first building that you will find here is the chapel of Nektanebo. It is one of the most ancient parts of or one of the most ancient monuments on the island of Phila. It dates back to Nektanebo the first of the 13th dynasty. However, it was restored or rebuilt by during the reign of Ptolemy the second, and restored once again in the period between Ptolemy the 8th and Ptolemy the 12th, Eurytus, اللي هو إيه الزمار. The kiosk is, as we said before, is located in the southwest corner of the island, and the entrance of the chapel, we can find two subsidiary entrances here, in one in the eastern side and another in the western side, and this is the main entrance. After entering from this entrance, we can find different offering scenes for goddess Hathor and goddess Isis. So this chapel was consecrated for, يعني مكرسة أو مهداة لعبادة الإلهة حتحور وإزيس. And we can find here different capitals, composite capitals, أشكال مركبة من التيجان الأعمدة, composite capitals of the columns. And over these capitals, we can find the abacus, taking the shape of Hathor, in the human head,
or as a human head, as we see here, but with the ears of a cow, with the ears of the cow. One of the shapes of the eye of Gadra, اللي هي حتحور, she was represented in the shape of the four copras. Okay, ادي four copras حتى هم. Okay, and in some other sources, she was described to be Hathor, حروف دو, حتحور of the four faces. And the four copras, it was believed to look to the four cardinal points. It was believed in the mythology that the four copras here are looking for the four cardinal points in an أربع حيات بيتجهوا ناحية الإيه الاتجاهات الأربعة. As a tour guide, you have a very important scene at the back of this chapel. We have different scenes for the members of the tribe of Elephantine, Khnum, Satet, and Anqet, and you can describe them in brief. عندك برضو حاجة مهمة جدا ليك كجايد جنب الشابل بتاعة نكتنبو, شايفين السهم هنا, عندك بعض البلوكس, البلوكس ديت بتظهر فيها اسم منخب الرع اللي هو سينوسارتو of the middle kingdom, and these blocks were apparently from older buildings خلاص on the same island. بلاقينا برضو بعض البلوكس عليها اسامي بعض الفراعنة, ده معناها ان ناس قالت ان المعبد اساسا كان اصله فرعوني وبني على انقاضه هذه المعابد, وفي ناس تانية لا قالت ان هو ممكن تكون مجلوبة او يعني ان احنا جبناها من معابد تانية من اماكن تانية مباني تانية خلاص. So it's very برضو it will be very nice that you refer to the hieroglyphic signs of Sennacherib of the Middle Kingdom here, منخب الرع. بعد كده المحطة اللي بعد كده هتقف عندها اللي هو المعبد بتاع أرسينوفيس خلاص, هو معبد صغير خالص, هو بيقع جنب الكيوسك أو الشابل بتاعة نكتنبو the first, ويقال إن هو هذا المعبد بيرجع لعصر بطليموس الرابع, وبعد كده أركماني اللي هو أرجمانس الثاني أحد الملوك النوبيين عمل تجديدات لهذا المعبد بالإضافة لبطليموس الخامس وبطليموس السادس والثامن. بعض الأباطرة ذكروا في اسمهم على هذا المعبد زي الإمبراطور تيبيريوس. طيب مين هو أرسينوفيس؟ دايما بنقول إن ميزة المعبد, دايما بنقول للجايدز بالذات دور لكل مكان على البرنت بتاعته, على الشخصية بتاعته, على الحاجة اللي تركز فيها في الشرح. من مميزات المعبد بتاع معابد فيلة إن أنت بتشرح آلهة وخصوصا الآلهة النوبية تمام, ودي يعني أرسينوفيس وقصة إنه يبقى ليه تشابل هناك وهو أساسا إله نوبي, فدي برضو فكرة يعني دي بتبقى لطيفة إن أنت تبدأ تتكلم شوية على أرسينوفيس. أرسينوفيس الحقيقة هو إريحم نفر the living lion الأسد الحي, وهو يعتبر يعني في ناس بعض الناس ربطته بالإله شو, الإله المصري شو, واتقال برضو وهو تم يعني أول حاجة هو كرس لهذا المعبد الصغير بالإضافة إن هو اتصور وهو بيحنط الإله أوزوريس, وفي أثناء عملية تحنيط الإله أوزوريس في الأوزايرن تشابل اللي موجودة في معبد فيلا على سطح معبد الإله إيزيس هناك. المعبد زي ما بنقول ظهر هو مجرد بس كده entrance, وبعد كده هنلاقي two successive rooms خلاص, حتى السانكتوري حاجة كده بسيطة خالص. Okay, so the second building that we will meet after the chapel of Nektanebu the first is the chapel of Arsinoefis, إريحم نفر خلاص, إريحمس نفر, and إريحمس نفر means the living lion, the living lion. He is a Nubian god, and he was one of the aspects of Gatshu, the Egyptian Gatshu. Okay, he was also attested, he was also represented, يعني تم تصويره, on one of the Osirian chapels embalming God Osiris, on the Osirian chapels on the roof, يعني على سطح, on the roof of the temple of Isis on the island of Phila. He was also very connected or associated with the king of God Khnum of Elephantine. دايما كانت عبادته بتظهر جنبا الى جنب مع عبادة الاله خنوم, بما انهم هما الاثنين عبدوا في المنطقه الجنوبيه لمصر. This temple was dates back to the reign of Ptolemy the fourth,
And after that, the Nubian king Arkamani or Ilgamanes II renovated it, عمل في بعض التصليحات, in addition to Ptolemy the V, the VI, the VIII, and also the Roman Emperor Tiberius. It consists mainly of an open court, two successive rooms, and a sanctuary. طيب انت كجايد برضو ايه الحاجات اللي انت هتركز فيها؟ هتبدأ تنقي كده بعض المناظر فيه. ده المنظرين دول موجودين فين بالظبط؟ انت واقف هنا كده خلاص, هتلاقيهم على الحيطة دي, شايفين السهم فين؟ على الحيطة دي هتلاقي كده بعض المناظر, هتنقي منهم اتنين, هما دول الاتنين اللي انا نقيتهم لك. خلاص ادي منظر اهو, وادي المنظر التاني. تمام. طيب دي مناظر تقدمة زي ما قلنا قبل كده, احدهم دي تقدمة المينيت. تمام. المينيت نيكلس, الحقيقة المينيت ديت هي كانت احد عقد المينيت, كان عقد مخصص للإله حتحور, ودايما المينيت ديت لما كنا بن يعني كانت بتتقدم, كانت بتمثل يعني إعادة, أولا هو بيكسب بيها ود الإلهة, فبالتالي كانت دايما من الحاجات اللي بتقدم دايما للآلهات مش للآلهة. دايما العقود بالذات العقد, بما انه هو حاجة مرتبطة بالجمال وحاجة مرتبطة بالسيدة, فدايما كانت بتسهر للتقدمة للإلهة مثلا حتحور, للإلهة إيزيس, للإلهة سخمت وهكذا. فهو هنا الملك هو بيقدم العقد المينيت على طبق كده قدام الإلهة حتحور. تمام. وعلشان يكسب رضاها وعلشان يكتسب بعض القوى السحرية الخاصة بيه. وحتحور وصفت بأن هي حتحر نبت مينيت, أن هي الإلهة حتحور سيدة عقد المينيت, لأن هي ارتبطت بها جدا. وهنشوف حتى في معبد دندرة ان حتحور في بعض الاحيان ظهرت اتمثلت في الفن في شكل عقد المينيت براس انسان, يعني من كتر ما هي كان حصل لها امتزاج مع العقد ده, وكان احد الاشكال او الرموز المهمه جدا ليها, فظهرت في شكل عقد براس ايه, براس الالهه حتحور. اوكي. So as a tour guide you will pick up different scenes to describe. For example you have this scene, the king is here offering the minute necklace. Okay, to goddess Hathor. The Minit necklace was one, the necklace consists of strings of beads, هي بتكون من عقود أو يعني إيه حبات مختلفة, joined together. It was also sometimes used as a rattle. It was placed around the neck as a kind of ornament, and it was sometimes used as a rattle. في بعض الأحيان كنت إيه يعني بستخدمه كده زي السيستم, بشخلل كده بيه during the different festivals. It was one of the sacred symbols of goddess Hathor, and Hathor was sometimes described to be Hathor Nebet Minit or Hathor Nebet Minat, Sayyidat al Minit. Okay, and in some other cases, Hathor was depicted in the form of the necklace of Minit. Thus, في بعض الأحيان Hathor ظهرت بشكل أساسي كعقد من عقود المينيت, such as we will find in the temple of Dandara. طيب عندنا برضو تقدمة تانية, تقدمة نكلس. ادي النكلس اهو التاني, اسمه باب او إرتخخ. تمام. وهنا الملك بيقدمه للإلهة سخمت, وطبعا ده نوع من انواع العقود اللي كان ليه العقد دوت, هو عادة عقد كده مستعرض بيغطي الجزء الصدر كله, وعادة كان بيبقى مزين بالأحجار الكريمة زي اللابس لازولي والكلام دوت. وفي بعض الأحيان النهاية بتاعته يعني الكليبس اللي هو بيتقفل بيها من الظهر, في بعض الأحيان كان بتاخد شكل راس حورس. خلاص. على أساس إن هو يعني إيه بيحمي الشكل كله يعني. تمام. يبقى also one of the other offerings is another necklace, another important necklace which is called Ibeb or Eritrech, and here it's the represent to goddess Sekhmet, and we can find here that this bracelet, this necklace was one also of the most important necklace which were used or presented as an offering. It's a broad necklace, يعني مستعرض أو عريض. It's a wide necklace, usually inlaid with different semi-precious stones such as lapis lazuli, and the claps اللي هو النهاية بتاعته sometimes takes the shape of the falcon head.
So we have here two scenes. You can describe them as a tour guide. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ احنا خدنا كده لغاية دلوقتي كم مبنى على جزيرة فيلا. يا سنة تالتة خدنا كم مبنى على جزيرة فيلا؟ اتنين، تمام مظبوط. وهناخد المبنى الثالث اللي هو Chapel of the Nubian God Mandulis. الحقيقة مندوليس برضو هو كان أحد الآلهة النوبية، مرور أو مرول. ومندوليس كان بيظهر في شكل كده يشبه حربوقراط شوية، شكل إنسان بيحط صبعه في بقه، تمام، وبيرتدي التيكين المختلفة زي تاج العطف، تاج الهمهم، في بعض الأحيان كان بيلبس السكال كاب زي خنسو. وهو عبد في المنطقة ديت، كان ليه كده تشابل جنب بتاعت أرسنوفيس، يعني ما فيهاش ديكوريشنز كتير. وعبد برضو في معبد كلبشة، وهو أحد المعابد النوبية. So we have also at the third chapel you will find is the chapel of the Nubian god Mandulis. Mandulis was a Nubian god. خلاص مرول أو مرور، مرور أو مرول. And he was usually depicted in the form of a man putting his finger at his mouth, like mean, like Harbokrat, and wearing the different types of crowns. And in some cases, he was depicted wearing the skull cap, اللي هي نقول عليها القنصوة, like Petah and like Khonsu the child. تمام؟ And here this chapel is dedicated for his cult. طيب نسيب الشابل دي شوية وندخل على شابل أهم منها اللي هي التمبل أوف إمحطب. خلاص ده رابع مبنى هيقابلك. أوكي، تمبل أوف إمحطب الحقيقة هو معبد صغير جدا، بيقع في ظهر الإيسترن كولونيت، الفيرست إيسترن كولونيت. خلاص، والناس هناك يعني معروفة بإيه؟ بأوضة الكهرباء، لأن الكهرباء بتاعت المعبد بتلاقيها كده جواها. فيعني هو مكان شابل صغير. طب ايه اهميته بالنسبه لنا؟ ان هو مخصص لعباده الاله امحطب، والامحطب كان هو زي ما احنا عارفين هو المهندس بتاع الهرم بتاع زوسر. بعد في اواخر العصر الفرعوني، بدايه العصر الصوي، بدا يتم تاليهه كسيمي جاد، كاله ميدييتر كده ما بينه وما بين الالهه، ما بين الناس وما بين الالهه، لحد ما تم تاليهه بشكل كامل في العصر البطلمي والروماني، واصبح ليه شعبيه كبيره جدا كاله للشفاء والتداوي، وتم امتزاجه مع الاله اليوناني اسكليبيوس، تمام، اللي هو اله الشفاء والطب. وكان ليه اماكن للعباده؟ كان ليه اماكن للعباده، يعني مثلا على الدور الثالث في معبد الدير البحري في تشابل صغير مخصصه لامحطب ومخصصه لامنحطب سان اوف هابو، هو برضو تم تأليهه. والنصوص بقى بدات تذكره ان هو ابن الاله بتاعه سخنت. خلاص، اذا هو بعد معنى كده ان هو خد محل مين في ثالوث منف، حل محل نفرتم، مش ثالوث منف كان بتاع سخمه نفرتم، فاكرين؟ تمام، فهو اذا حل محل نفرتم، خلاص اصبح بتاع سخمه امحطب. وذكر في بعض النصوص او في بعض الاماكن وهو بيعبد جنبا الى جنب معاهم. كان ليه على فكره برضو معبد صغير جدا في منطقه بتاعه الكرنك، معبد صغير اسمه معبد قصر العجوز. والمعبد ده ظهر فيه الاله بتاعه كاله للشفاء والتداوي، وظهر فيه امحطب، وظهر فيه برضو امنحطب سان اوف هابو. تمام، here we have another small chapel. It's dedicated to Imhotep. Before describing this chapel, we should mention that Imhotep was the designer or the architect. معناها إيه architect؟ مهندس معماري. بالضبط، المهندس المعماري. He was the architect of the step pyramid of Saqqara at Saqqara of Dhoser. After that, he was defined as a semi-god. Semi-god يعني نصف إله، as a semi-god, okay, by the late pharaonic period till he was completely venerated. يعني إيه completely venerated؟ تم تأليهه بشكل كامل. He was completely venerated during the Ptolemaic period and also during the Roman times. إمحطب replaced نفرتم. يعني إيه replaced نفرتم؟ حل محل نفرتم in some scenes. And he was described to be the son of Petah and goddess Sekhmet. And he was usually depicted as a man with a skull cap. Skull cap اللي هي القنصوة اللي شبه بتاعت الإله بتاعه. As a god of healing, he was worshipped in different places in Egypt.
such as in the third terrace of the temple of Dir al-Bahri. خلاص, we have a small chapel dedicated for him with Amenhotep, son of Habu. We have also another small temple, which is temple of Asr al-Aguz in the precinct of Karnak, في منطقة الكرنك. It was also dedicated to him and to God Petah and to God, or to the defied man Amenhotep, son of Habu. Also here we have the chapel of the temple of Imhotep. تمام, المعبد بتاع Imhotep. نجيب صورة تانية ليه. ادي اهو ده الايسترن كولونت, خلاص, وهنشرحه دلوقتي. اخر باب ليه خالص بيوصلك للمعبد بتاع امحوتب. يعني انت لما تدخل الايسترن كولونت وتشرحه ودور على اخر باب, هتدخل من الباب ده هتلاقي نفسك في معبد ايه, امحوتب. معبد امحوتب زي ما بنقول ان هو بيقع في ظهر الايسترن كولونت, الفيرست ايسترن كولونت, وهو مهدى ل او تم بناؤه في عصر بطليموس الخامس وزوجته كليوباترا الثانيه في 186 قبل الميلاد, خلاص, وهما كرسوه أو أهدوه لإمحوتب إشارة أو إن هما لتبجيله أو كشكر ليه كإله بعد ولادة بطليموس السادس. بعد ولادة بطليموس السادس. طب أنا عرفت بقى كل الكلام دوت منين؟ من خلال النص اليوناني اللي موجود على إفريز الباب من فوق. هوريك النص اليوناني فين؟ ادي اهو التاني معبد امحوتب. وزي ما بنقول انت كجايد هتدور على اخر باب, اخر باب خالص هيوصلك, هيوقفك ايه, هنا قدام المعبد الصغير دوت بالظبط. اوكي, ده المعبد بتاع امحوتب او الشابل الصغيره بتاعت امحوتب. النص اللي احنا بنتكلم عنه هنا, لو رجعت كده بظهرك هتلاقي نص يوناني بيقول ان بطليموس الخامس وزوجته كليوباترا الثانيه اهدوا هذا المعبد لامحوتب اسكليبيوس. هما دايما بيقول لك امحوتب اسكليبيوس على اساس ان هو ايه, تم الامتزاج ما بين الاثنين, واغلب الظن هو تم اهدائه بعد ولاده بطليموس الايه, السادس. ادي اهوت, اتمنى بس تكون بعض النصوص اليونانيه ظاهره. ادي قرص الشمس المجنح, ده حاجه مصري, لما تحتيك كده في ايه نص يوناني. ادي الحروف اليونانية, اتمنى تكونوا ايه شايفينها اهي, هي ده افضل صورة يعني ايه ممكنة. اوكي, عندنا بر اهو شايفين النص اليوناني, اعتقد برضو هنا ظاهر, شايفينه يا شباب؟ طيب هنا برضو احنا عندنا منظر لبطليموس الخامس paying homage. يعني ايه paying homage؟ يعني ان هو بيقدم التبجيل لامحوتب. خلاص, امحوتب هو ظاهر كاله جالس على العرش بالسكال كاب القنصوة بتاعته, وراء امه اللي هي خريدو عنخ, تمام, ووراء الناحية التانية مراته اللي هي رمبت نفرت, تمام. وهنا حتى بتاح في النصوص بتاعه المعبد, قصدي امحوتب في النص بتاعه المذهب المعبد دوت اتسمى امحوتب صا انفتح, يعني امحوتب ابن الاله بتاح. اذا هو تم في هذه الحاله تأليهه بشكل ايه, بشكل كامل. ماشي يا شباب, مفهوم الجزئيه دي؟ طيب اوكي, طيب we have here a very important another chapel. This is the chapel of Imhotep. And according to the Greek inscription in this place, it's a dedicatory Greek inscription which dates back to the reign of Ptolemy the Fifth and his wife Cleopatra the Second, apparently in 186 BC. They are paying gratitude or reflecting their gratitude. يعني gratitude يعني امتنان. They are showing their gratitude to God Imhotep, associated with the Greek god Asclepius. Asclepius, who is Asclepius? He is the god of medicine, the Greek god of medicine and healing, إله الطب والتداوي اليوناني. After having birth of a, after having birth to Ptolemy the Sixth. Here also we can find Imhotep. This is a Greek inscription, and the Greek inscriptions are found at the top of the entrance. This one. خلاص. The temple consists of an open court and two successive rooms. We have different scenes for that are tried for Elephantine, for example, Khonom Setis Anqet, and also Ptah here was described in the inscriptions as Imhotep was described in the inscriptions as Imhotep Sa'en Ptah, the son of God Ptah. We have also another
scene for God Imhotep here, and Ptolemy the Fifth here is paying homage, venerating, بيقدس Imhotep here as a complete god, god with his skull cap seated on the throne, and behind him we can find Rempet Nefret, Khiridu'ankh, اللي هي his mother, and Rempet Nefret, his wife. They are standing behind him. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الحاجات اللي اللي حواليه، خلصنا الكيوسك اوف تراجان، خلصنا اتكلمنا على جد بتاعت ارسينيفيوس اهي، عملنا الشابل بتاعت مندوليس وبتاعت امحطب. يبقى احنا حاجات اللي المتنطوره قبل ما ندخل الكولونت بقى بتاع المعبد خلصناها. تعالوا بقى نشوف المين تمبل اوف ايزيس عامل ازاي. ادي الاوبن كورت بتاعت التمبل، اوكي ده الفور كورت بتاعه التمبل. الحقيقه الفور كورت بتاعه التمبل بترجع للكونستراكشن بتاع المعبد نفسه، بيرجع لعصر بطلميوس الاول سوتر، وتم استكماله خلال عصر بطلميوس الثاني لغايه ما تم يعني استكمال الشكل بشكل كبير جدا في عصر بطلميوس الثالث. والتمبل دوت يعني كان بيستقبل الدونيشنز او العطايا بتاعه الدودو كاشونيونز اللي هم الترايبس اللي كانوا موجودين في هذا المكان في العصر الروماني. والفور كورت بتاع المعبد دوت الحقيقه بياخد الشكل الترابيزوديال اللي هو الشكل المعين، تمام. في ناس كتير جدا يعني بعض السكولرز قال لك ان هي الشكل دوت اكيد مستوحى من ساحات المعابد مثلا الرومانيه، وفي يعني ده احد الاراء. يعني الكور طبعا زي بقيه المعابد المصريه كان بيستخدم بالكومن بيبل، الناس اللي هي الشعب اللي هو طبقه الشعب العاديه، ان هم كانوا بيقفوا بيتفرجوا على موكب الاله ايزيس اثناء رحلتها. يقال ان هي الموكب بتاعها كان بيزور الاباتون او قبر الاله اوزايرس مره كل 10 او 15 يوم، فالمواكب بتاعت ايزيس المتكرره كانت العامه لما يحبوا يشوفوها كانوا بيقفوا بقى في الاوبن كورت دوت ويتفرجوا على موكب الاله ايزيس طلع من معبدها لزياره اوزايرس، ومره اخرى اتيه من الاباتون ويوضع مره اخرى التمثال بتاعها في الداخل، تمام. So we are now starting to describe the temple itself. The temple, as we said before, the original part of the temple was maybe began to be constructed during the reign of Ptolemy the First, completed by Ptolemy the Second, till it was completed by Ptolemy the Third, and after that, different Roman emperors added to this temple. It was also receiving the donations. يعني إيه receiving the donations؟ كان بيستقبل العطايا. It was receiving the donations of the Dodecanesians, a province between Aswan and Wadi العلائي، المنطقة اللي هي بتاعة القبائل النوبية أو الأماكن النوبية، العائلات النوبية في هذه المكان، كان بيستقبل الهدايا أو العطايا بتاعتها during the Roman times. خلاص. The four court of the temple of Isis. Some scholars believe that this shape is driven from the Hellenistic public places like the halls of justice، زي ساحات القاعات اللي هي ساحات العدالة يعني. And the forecourt was apparently constructed by the reign of Ptolemy the Sixth and Ptolemy the Eighth. بيرجع لعصر بطلميوس السادس وعصر بطلميوس الثامن. This forecourt or this open court was also used by the common people in order to attend, to witness. يعني إيه attend a witness؟ attend يعني يحضر، witness يعني يرى. Okay, to witness the different festivals or the bark of Isis during her annual during her visit to the sacred tomb of Osiris in the Abaton. خلاص، to witness the sacred bark of Isis during her voyage to the sacred tomb of Osiris in the on the Abaton. تمام. طيب ايه برضو حاجه مهمه جدا لازم نشوفها، ادي الاوبن كورت اللي احنا بنتكلم عنه، ادي الايسترن كولونت وادي الويسترن كولونت، في النص كده
شكل. يعني في بعض الناس بقى ايه، في كلام ساعات بيتقال للاسف مش صحيح، بس الحاجه الصحيحه بتاعته ان هو كان بقايا لنايلومتر تم بناؤه على نفس الشكل وعلى نفس المستوى والموقع بتاع النايلومتر القديم اللي كان على جزيره فيلا الاساسيه، وتم بناؤه على جزيره اجيليكا في نفس الموقع بتاعه. ده الاول نيلومتر احنا ايه هنشوفه، وفي نيلومتر تاني هنلاقيه في ظهر بوابه ايه هادريا. خلاص، يبقى we have here a nilometer in the middle of this court. We can find the traces of a reconstructed nilometer. خلاص، يعني ايه reconstructed؟ يعني تم إعادة بناء. طيب هنبدأ نتكلم كده على ال Eastern Colonnade معايا سنة تالتة. تمام يا دكتور. تمام، ال First Eastern Colonnade هو 42 متر وفي تقريبا 16 عمود. ال 16 عمود دول زي ما احنا شايفين they are uncompleted. يعني ميزة الـ يعني كل حاجة بتدور لها على ميزة. ميزة مثلا الأوبن كورت بتاع إيزيس، معبد إيزيس في فيلا، إن أنت بتشوف أشكال التيجان المعابد وهي غير مكتملة. تمام، so we have here it's about 42 meters in length and it houses 16 columns. It was used as a vestibule for the chapels. يعني إيه vestibule for the chapels؟ يعني كان بيستخدم كدهليز. It was a vestibule for the chapels. خلاص، giving access to the chapels behind him. هو في chapels behind him؟ ما احنا قلنا إن في أول حاجة chapel بتاعت مندوليس في ظهرها. With the last doorway is leading to the chapel of مين؟ إمحطب. إمحطب، برافو عليكم. Last door in this colonnade, in the eastern colonnade, is leading to the chapel of إمحطب. أوكي؟ طيب، عندنا حاجة تانية؟ عندنا طبعًا. آدي الـ eastern colonnade أهو. خلاص؟ And these are the different doorways leading to the chapels behind the eastern colonnade. We can find here the unfinished columns. خلاص؟ And the last doorway is leading to the chapel of إمحطب here. ده منظر كده لل Eastern Colonnade. ده ال Western Colonnade، معلش، ده ال Western Colonnade. خلاص، منظر آخر ال Western Colonnade. طيب ال Western Colonnade الحقيقة أدي الشبابيك بتاعته حتى، وهو بيقع على محاذاة ال Chapel بتاعت نكتنبو، عشان الناس بس اللي مراحتش. تعالوا ناخد كده الشكل من بعيد شوية. أهو أدي Chapel بتاعت نكتنبو اللي احنا لسه شارحينها، وأدي البلوكس بتاعت سينوسيرت اللي احنا لسه قايلينها. اوكي، خلاص، هو على نفس الصف. ادي الويسترن كولونيد ونكتنبو، ايسترن كولونيد الناحيه الثانيه. ماشي يا شباب؟ طيب الويسترن كولونيد فيه ايه؟ الويسترن كولونيد it reached the length of 77 meters. It houses 32 columns. خلاص، it has different openings on the back, about 12 openings in the rear wall of the colonnade. يعني ال inscriptions، في بعض ال Greek inscriptions on the exterior wall of this colonnade. The construction began by Ptolemy the 10th, the 9th and ended by Ptolemy the 12th. إن ال Western colonnade دوت بدأوا بطليموس التاسع وانتهى منه بطليموس الإيه؟ ال 12. The Western colonnade also consists, we can find the traces or the names of different or different scenes for also Augustus, Tiberius, Claudius, Neron, different Roman emperors, and they are represented through the this colonnade. خلاص، the Western colonnade also functioned as a pronaos for the neighboring sanctuary. هو برضو كان يعتبر pronaos للsanctuaries اللي وراها، طبعا هي مش موجودة حاليا. وبرضو هنلاقي في ال ceiling بتاعها is adorned with the shape of the رخيت بيرد. خلاص، الرخيت بيرد، فاكرين نبض و رخيت، كل الشعب يبجلك وكل الشعب يمجدك، برضو العلامة دي ظاهرة في الايه في الويسترن كولونيت. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ تمام يا دكتور. اوكي، ادي البايلن بتاعنا. خلاص، احنا كده خلصنا الفور كورت، وقلنا ان الفور كورت it looks like the open court of justice and we have in the middle part a reconstructed nilometer. It dates back to Ptolemy the 8th and Ptolemy the 12th and we have eastern colonnade and at the back of the eastern colonnade we can find the chapel of Mandulis and the main, most famous one, the chapel of Imhotep. The western colonnade is much more longer. خلاص، and it's on the same line of the chapel of Nektanebu the first. Okay.
And here we can find the pylon of the temple. البايلون اوف ذا تمبل ايه اللي مختلف فيه؟ ايه الشكل الغريب فيه؟ الشكل الغريب فيه او الشكل المختلف فيه ان الديكوريشن بتاعته، الديكوريشن بتاعته احنا بنلاقي الملك اهوت وهو بيضرب الاعداء، ماشي. طب ده ما شكل عادي؟ اه هو شكل عادي، بس الحقيقه ضرب الاعداء دوت بيظهر قدام الاله حتحور، تمام. وعاده اشكال مناظر ضرب او قمع الاعداء كان بيحصل قدام اله مش الهه، تمام. بس بما ان هذا الاله هذا المعبد مكرس لالهه، فحصل منظر ضرب الاعداء قدام الايه؟ قدام الالهه حتحور، تمام. البايلون دوت كان قدامه تو جرانايت ستاتيوس لاثنين من الاسود، وبيرجع له العصر الروماني. حتى قلنا ان الشكل المين اللي هو اللبده بتاعه الاسد، بعض الناس قالت ان هي مصوره بالشكل الروماني خلاص مش بالشكل المصري اكتر. وكان يقال ان كان في تو نيدلز او تو اوبليسك، كان في مسلتين قدام البايلون. راحوا فين المسلتين؟ المسله اللي احنا لقيناها او اللي احنا عارفينها اللي هي الويسترن وان، تم بيعها من خلال بلزوني خلاص، احد التجار يعني اللي كانوا مشهورين في قصه المزادات. وبلزوني باعها في بريطانيا سنه 1819، ودي مهم جدا ان انت تعرفها، ان مسله معبد جزيره فيلا تم بيعها. اول حاجه ان هي تم اكتشافها بشكل كويس جدا وسليمه، ثانيه يعني بروكن اكتر، وان هي تم جلبها عن طريق واحد اسمه ويليام جون بانكس. ويليام جون بانكس دوت هو اللي خد المسلة وسافر بيها يعني، وتم بيعها عن طريق بلزوني لمنطقة بريتن أو لدولة بريتن سنة 1819. والمسلة ديت بيظهر عليها اسم بطلميوس الثامن وكيلوباترا الثانية وكيلوباترا الثالثة، وهي محطوطة حاليا دلوقتي في كينغستون ليسي ان انجلند، موجودة موجودة وفي انجلند، وهوريكم ايه صورتها، تمام. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى this first pylon the first pylon as we see here, what is very different or unique in the decoration that we can find here smiting the animus, the shape of smiting the animus is in the presence of a deity, a goddess, not a god, and this was not familiar in according to the Egyptian tradition, but here because that the main goddess or the main deity of the temple was a goddess, not a god. ده شكل two lions اللي عندنا. We have as we said here the pylon was preceded by two black granite lions, and the mane of the lions are sculptured according to the Roman style. اوكي يا شباب، طيب نرجع تاني برضو للبايلون. ايه برضو الحاجات الغريبة شوية او اللي احنا هنلاقيها؟ الجريك انسكريبشن. الحقيقة احنا عندنا جريك انسكريبشن على واجهة البايلون، عندنا جريك انسكريبشن على واجهة البايلون وكتير كمان. وناس كتير من السكولرز يعني من اهم المميزات بتاعه معابد جزيره فيلا ان الجريك انسكريبشن. احنا هنلاقي جريك انسكريبشنز افري وير، هنلاقي لاتين انسكريبشنز، هنلاقي عربيك انسكريبشن، هنلاقي عرب هنلاقي عربي وبيرجع للعصر الحديث والمعاصر في وقت الرحاله ما كانوا بيبقوا موجودين وبيزوروا المعبد. طبعا هنلاقي الانسكريبشنز العربي فين؟ ظاهره قوي في الكيوسك بتاع تراجان، الكشك بتاع تراجان. طيب تعالوا كده نقرب شويه على جزئيه الانسكريبشنز. شايفين اهو شكل الانسكريبشنز ظاهر وواضح ازاي، تمام اهي خلاص. الانسكريبشنز كلها لناس جت وبتزور المكان وبتحضر الاحتفالات بتاعت الالهه ايزيس، وبيعملوا برايزنج يعني بيمدحوا قد ايه الاحتفالات عجبتهم. معنى ان الحاجات ديت بتظهر على البايلون، اذا هي كانت يعني اغلب الظن على مرأة ومسمع من الكهنه، وبموافقه سواء بموافقه صريحه او بموافقه ضمنيه منهم ان يتم هذا النقش، وكلها بتسجل اعجاب الزوار واعجابهم وان هم حضروا الاحتفالات وقد ايه ان هو ايه الاحتفالات ديت حازت على اعجابهم. So very remarkable in this pylon it are the Greek inscriptions. We can find the Greek inscriptions everywhere, and the Greek inscriptions are for the visitors
praising. يعني ايه praising؟ بيمدح. They are praising the different festivals of God Isis, which are consecrated for God Isis, and these festivals are found all over the pylon. تمام. وادي اهوت نرجع تاني. This is here Ptolemy the 12th smiting his enemies in front of Isis, Horus and also Hathor. And as we said before, the scene of smiting the enemies is very unique because it occurs only in front here. It's very familiar because it occurs in front of Isis, the goddess who taught Horus how to take revenge from his father. هي الست ديت هي اللي علمته ازاي ياخد بحق ايه ابوه. And here Ptolemy the second, the 12th, or Euletus, Zamor, is smiting the enemies. طيب ايه برضو الحاجة المختلفة شوية قبل ما بس ما ندخل جوه؟ الجيت بتاعت فيلادلفيوس اهي خلاص، هي محطوطة كده في حتة غريبة شوية، هوريك كده صورة ليها تاني. ادي انت واقف هنا، انت خلصت ده الايسترن بايلون، اديك وقفت هنا بتشرح البايلون نفسه، وادي التو لاينز، وادي الجيت بتاعه فيلادلفوس. لو انت واقف هنا هتشوف هنا دي الرومان اندكوريتد شابل، دي مقصوره رومانيه لم يتم ما تمش زخرفتها، ووراها الكيوسك بتاع تراجين على نفس الصف عشان بس تبقى عارف الاماكن. اديك انت واقف هنا، هنا الايسترن كولونات اخر باب هتعرف تدخل على الشابل بتاعت ام حطب. هنا انت واقف كجايد بتشرح البايلون، وادي الجيت بتاعت فيلادلفوس اهي ورا خلاص، ادي الاندكريتد شابل رومان شابل، وادي الكيوسك بتاعت ايه تراجان. طب ايه حكايه الجيت بتاعت فيلادلفوس؟ الجيت بتاعت فيلادلفوس ديت بترجع لعصر بطلميوس الثاني اللي هو فيلادلفوس المحب لابي، تمام، وعليها مع بعض الأوفرينج سينز لبطلميوس الثاني وهو بيقدم أوفرينجز للآلهة المختلفة، لكن برضو ظهر عليها الإمبراطور تايبيريوس. معنى كده إن الأباطرة أضافوا لهذا المكان وأضافوا بعض الديكوريشنز لإيه لهذا المكان. So this is the gate of Philadelphus, and the gate of Philadelphus dates back to the Ptolemaic king Ptolemy the second Philadelphus. We have different offering scenes on this gateway, and we have also offering scenes for Tiberius on this gateway in addition to Ptolemy the second. ماشي يا شباب لغايه كده مفهوم. And as we said before, this pylon is very unique because of having smiting the enemies in the presence of Isis, and here in the presence of Isis, Horus, and also Hathor, and this is very unique. One stood two obelisks. Where are these obelisks? One of them was broken, and the second one, it was sold by Belzoni in Britain, and now stand in Kingstone Lacey in Britain, in the square of Kingstone Lacey. And here is it's very unique, the Greek inscriptions along the body of Ptolemy the 12th Euletus. أيوة. ممكن حضرتك تشرحي المكان بتاع جيت اوف فيلادلفوس تاني؟ جيت اوف فيلادلفوس، انا بس انا بديكي هنت انت كجايد وانت واقفه عشان مشكله بس معبد فيلا ان هو كبير خلاص، ففي حتى مرشدين ما بيبقوش عارفين يمشوا فيه. انت واقفه هنا، مين معايا؟ انا جودي. جودي، بصي يا جودي انت واقفه هنا خلاص. هنا ده الايسترن كولونيد، تمام. الايسترن كولونيد اللي احنا شرحناه اللي هو بيبقى فيه رومز وراه، ولقينا وراه الشابل بتاعت مندوليس والشابل بتاعت ام حطب، صح؟ تمام خلاص. ادي بقايا اهوت، اخره اهو، ده اخر جزء فيه اهو، هو هنا اهو خلاص. انت واقفه هنا، ادي البايلون، ادي التو لاينز. اوكي ماشي يا جودي، تمام. اوكي ده الجيت بتاعت فيلادلفوس. طيب وانت واقفه هنا، لو حد سالك ايه دول، لو حد سألك أول حاجة this is the undecorated chapel, Roman chapel، وهنشرحها مع بعض بعد ما نخلص المعبد. And this is the kiosk of Trajan on one line، يعني gate of Philadelphia's undecorated chapel, kiosk of Trajan. Okay تمام، thank you. You're welcome. يا دكتور معلش، هو بتاع الجيت بتاعت فيلادلفيس دي اللي كان فيها رسمة متكملة في الحيطان دي والحيطة دي؟ بالظبط، هي مش رسمة متكملة، هقول لكم هي زميلكم قصدها ايه. هو ادي الجيت اهو بتاعت فيلادلفيوس، ونتيجة ان الجيت بتاعت فيلادلفيوس ديت اصبحت جزء من البايلون خلاص، فالجزء اللي ورا اللي هو بتاع سمايتنج ذا انيميز اللي هو الجزء دوت يا شباب معايا،
الجزء اللي هو بتاع الاعداء نفسهم، راح مكمل الجزء بتاع ضرب الاعداء على الجزء بتاع الجيت اوف فيلادلفيوس. حتى هنا الرسام عمل ايه؟ شايفين النقط دي؟ ايوه هي دي قصدي اه، الجيت هي ده بتاعتها صح؟ مكان بتاع جيت اوف فيلادلفيوس، خلاص ان هو لزقه كده وراح مكمل شكل منظر ضرب الاعداء على حته كده من جيت اوف فيلادلفيوس. آه، مين؟ يمنى. اه ايوه تمام يا سيلدو. يمنى، عفوا. خلاص احنا كده خلصنا الريماركبل فيتشرز بتاعه الفيرست بايلون. خلاص بعد كده هنبدا ندخل جوه. طيب قبل ما ندخل جوه، هتلاقي على ايديك اليمين وانت داخل هتلاقي كده انسكريبشنز. ايه هي الانسكريبشنز دي؟ للفرنش سولجرز بتوع الحمله الفرنسيه بتوع نابليون بونابرت. ده كانوا موجودين، هل وصلوا لغايه فيلا؟ اه طبعا وصلوا لغايه فيلا، وكانوا موجودين اثناء حملاتهم وسجلوا اساميهم. هي دي كلها اسامي من الناس السولجرز، وكانوا بقياده واحد اسمه ديسيه، احد القواد في عصر نابليون بونابرت. وهم كانوا في الحقيقة يعني بيتتبعوا بقايا أو فلول المماليك، لأن المماليك في يعني مواقع من المواقع بتاعتهم راحوا فروا ناحية الحدود الجنوبية المصرية، وأفراد أو جزء من الحملة الفرنسية تتبعهم لغاية ما وصل لجزيرة فيلا بقيادة ديسيه. So also very remarkable in on the entrance. خلاص on the entrance on the right we can find French inscriptions. خلاص recording، يعني ايه recording؟ بسجل recording the names of different French soldiers of the French expedition of Napoleon Bonaparte. These soldiers were led by Dessier and they were يعني following the Mamluks as far the island of of Fila. هما كانوا ايه ورا المماليك. وعلى فكرة على الجانب الشمالي برضو هنلاقي تاني بعض البلوكس كده عليها خراطيش لايه نكتنبه. فالحقيقة فيلا في جريك جرافيتي ولاتين جرافيتي وحاجات كتير جدا مختلفة يعني. طيب خليك معايا كده هوري لك بس حاجة مهمة. وانت هنا خلاص طبعا انت هنا عندك مع يعني انترنس صغير سبسيدري انترنس. اوكي السبسيدري انترنس ده هو اللي بيدخلك على الماميزي بتاعك. خلاص الماميزي بتاع فيلا من اكتر الحاجات ماستر بيس في الشرح، لان هو فيه مناظر كتير لطيفه جدا وظريفه والمكان كويس تقدر تشرح فيه. خلاص فالماميزي بتاع فيلا ماستر بيس ايه في الشرح. خلاص ان الانترنس اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو فيه الجريك الفرنش انسكريبشنز او اللاتين انسكريبشنز اللي هو الانترنس الرئيسي. خلاص انت عايز تزور الماميزي، اه ممكن تدخله من هنا، بس هو هنا بيدخلك دايركت على ايه؟ على الماميزي. تعال ندخل كده مع بعض على الماميزي، نشوف الماميزي دوت عبارة عن ايه وليه هو ماستر بيس. اه ده دخلة الماميزي، احنا داخلين من السبسيدري انترنس اللي هو المدخل الجانبي للبايلون. داخلين هنلاقي مين؟ هنلاقي ايه الحقيقة؟ الملك بيستقبلنا. هقول لكم فين الملك اللي بيستقبلنا. ادي الملك اهوت، مره لابس التاج الابيض اللي هو حيجت بتاع ابر ايجيبت، ومره لابس التاج الاحمر اللي هو دشرت بتاع لور ايجيبت. وادي الفيسيدينيتي فيجرز اهي محمله باشكال مختلفه، اشكال الخصوبه اهي محمله بخيرات مصر الايه المختلفه. شايفينها معايا يا شباب؟ ايوه تمام. يبقى entering from the subsidiary، subsidiary يعني ثانوي، subsidiary entrance of the pylon we enter the mamizi. The scenes of the mamizi of the island of Phila or the scenes of the mamizi of the temple of Isis on the island of Phila is one of the masterpieces. We can find here flanking the entrance the shapes of the king. خلاص wearing in one time he is wearing Ptolemy the fifth the sixth على فكرة دوت. He is wearing the white crown in one scene and the red crown in the other scene. تمام this is the white crown and this is the red crown. تمام هنبدأ كده نشوف ايه المناظر اللي احنا نقدر نشوفها مع بعض. اعتقد هي واضحة اكتر في الفيديو. وانت داخل لما اقول لك على اليمين، يبقى وانت داخل على اليمين هتشوف منظر لطيف جدا، هو منظر تقدمة الامبراطور تايبيريوس وهو بيقدم المرايتين
واتكلمنا على جزئية المرايتين دول قبل كده، للإلهة إيزيس ميستريس أوف فيلا، وصفت في النص إن هي سيدة فيلا، ووراها طبعا وشوفناها قبل كده الإلهة سيشات، وهي بتكتب ملايين السنين وبتتمنى للملك ملايين السنين إن هو يحكم لمدة إيه ملايين السنين، وهو هنا الإمبراطور إيه تايبيريوس. خلاص ده كده ماستر سين أنا نقيتهولك. يبقى وأنت داخل On the right side, we can find the Roman Emperor Tiberius offering two mirrors to Goddess Isis. خلاص. And Isis here, she is suckling her small child, placing him on her lap. And behind her, we can find Goddess Seshat, the Goddess of Wisdom, the Goddess of Fate, إلهة القدر يعني بالنسبة لهم. She is recording millions of years. She is recording millions of years on the palm branch. خلاص and wishing for the king millions of rings. And as we said before, when a nefer واللي هو تقدمة الميررز was one of the major offerings which were specially consecrated for Hathor and Isis, and they are pleasing the heart of Hathor. Whenever she sees herself or her face in the mirror, her heart is pleased. خلاص ده دايما كده كان بوصف الإله حتحور أثناء تقدمة المرايات. طيب ادي المنظر اللي انا شرحته على اليمين. طب على الشمال في ايه؟ عندي منظر شايفين السيمتريه، هو هنا برضو تايبيريوس بيقدم بقى هنا ايه، بيقدم الساسرست اللي هي السيستروم، احد الادوات برضو اللي احنا اتكلمنا عنها، وكانت احد الادوات المقدسه للالهه حتحور. وهو هنا النص هنا جد امي روحي تحر، هنا حتحور خلاص، حتحور سيده بيجا، خلاص سيدة جزيرة بيجا، وهي بترضع ابنها الصغير، ووراها الإلهة ماعت، وهي بتقدم البال برانش رانبت. البال برانش كانت بتستخدم لكتابة كلمة سنة، فهي بتهدي الإلهة ماعت، بتهدي السنين والعمر الطويل للإله للإمبراطور تايبيريوس. يبقى on the left side facing the previous scene، في مواجهة السين اللي كان قبل كده، we can find the Roman Emperor Tiberius. He is offering the sacerdote, the sestrum, two sestrum to Hathor, mistress of Bega, سيدة جزيرة بيجا، تمام، اللي هو كان فيها القبر المقدس. And she is suckling her small child. Behind her we can find Goddess Maat. She is wishing or offering two ramparts, the two palm branches. The hieroglyphic sign rampart was used to write the word year. So she is offering millions of years to the Roman Emperor Tiberius. طيب بعد كده هنبدأ ندخل بقى برضو ال first room. الحقيقة ما فيهاش decoration. First room is not decorated بالشكل الكافي. ال second room هي اللي فيها يعني الشغل الأكتر. هنلاقي فيها كذا منظر. أول حاجة طبعا منظر خنوم، he is molding the small child in front of حقا. ده طبعا يعتبر ايه ماستر سي. طيب عندنا منظر تاني، ادي المنظر يعني هو المنظر ماشي من الشمال لليمين على طول الحيطة اليمين، ادي المنظر اللي احنا لسه متكلمين عنه. المنظر التاني هنا تحط وهو ماسك كده لفافة باردي بيكتب يعني قدر الملك، وده قدام الإله إيزيس. وهنا الإله إيزيس كل من خنوم وحقات ماسكين ايديها وماسكينها بقى علشان تولد، ما الماميزي ده البرمسد ده هو بيت ولاده. خلاص بيصور الإله إيزيس وهي بتنجب الإله حورس، وحورس هو الملك على الأرض. خلاص حرعنخ الحورس الحي، دايما الملك بتاع مصر كان بيصور او بيسمى بحورس الحي. خلاص يبقى we have firstly on the right wall of the second room we can find the shape of خنوم molding the child in front in the presence of حقا the frog goddesses. And beside this shape we can find Tahut wearing a papyrus, holding sorry a papyrus in order to write the destiny of the king, and this is in front of goddess Set. اللي هو أسيت أو إيزيس جد ميدو إن أسيت أهي. And we can find here also finally Isis is led by both خنوم and حقا in order to give birth to the newborn حورس who will be حورس or the king, the new king. طيب عندنا مناظر تانية؟ الحقيقة عندنا منظر لطيف جدا برضو on the right wall، بنلاقي هنا سخمت، تمام؟ تمام، وهي بتوجه إله كده بنعرفه اسمه حقنو. حقنو ده كان إله للماجيك، كان إله للسحر، وظهر دايما تصويره في الماميزي البرمست بيوت الولادة، لأن هم كانوا بيستخدموا السحر دوت في إجراءاتهم الطبية أكتر يعني. خلاص وبنلاقي طبعا الإله ادي الاله اوت، وهو مين اللي ماسكه؟ ادي الاله خنوم ماسكه اهو، وادي الاله حقات ادي فرج
هذا الديتي، ووراه انوبيس وهو بيدحرج ايه بقى، بيدحرج القمر. خلاص المنظر ده ظريف جدا، انه جات انوبيس بيدحرج القمر. القمر الحقيقه كان بيمثل كونتينيوتي، يعني بيمثل الاستمراريه. خلاص ان عقيده اوزوريس نفسها كانت بتمثل الاستمراريه، ان الاوزايرس بيموت وبيصحى تاني كل يوم وكل سنه، وفيضان النيل بينحسر وبيجي تاني كل سنه، فده معناها على الاستمراريه، على الخلود بشكل او باخر. يبقى on the right wall we have a very also a very remarkable scene. We can find here goddess Sekhmet. She is leading the god of magic اللي هو مين؟ اللي هو ده حقنو. And we can find here the king. The cartouches are empty. تمام، انا ما اعرفش اسم الملك ايه بالظبط، but he is led here with Khonom and goddess Heqa at the frog headed deity. And finally we have very remarkable scene with goddess Anubis, the jackal headed man rolling the moon. Rolling the moon symbolizing continuity. هو بيمثل الايه؟ الاستمرارية. طيب ده دي مناظر كلها لطيفة جدا. برضو على الجدار الشمال كده هنلاقي كده بعض الناس اللطيفة كده ماسكين ايه؟ ماسكين شوية سكاكين. مين دول؟ دول الناس ديت هي كانت بتحمي أحراش الدلتا. طب هما ليه عايزين يحموا أحراش الدلتا؟ لأن أحراش الدلتا وفقا للأسطورة الأزورية، تمام، الإله حورس اتولد في أحراش الدلتا. فاكرين أسطورة إيزيس وأوزوريس؟ اه تمام صح. تمام، فهو الـ 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 الآلهة دول هم ظهروا عادة في شكل سيدات برأس أسد، أو في بعض الأحيان في شكل الهيبو اللي هو شكل فرس النهر، وهو واقف على الفرونت لاكس بتاعته وماسك سكاكين. الحقيقة الأشكال الحامية دي حتى ظهرت في نصوص الموتى، يعني في بعض كتب الموتى زي كتاب الموتى ظهرت الآلهة الحامية وهم في شكل هيبو وماسكين سكاكين كشكل من أشكال الحماية. وظهروا برضو على حاجة اسمها السكاكين السحرية، في بعض كده أشكال قالوا عليها الماجيكال نايف، ودي كانت بتتحط، هي مش شكل، هي مش سكينة يعني، بس هي كانت شكل كده نصف دائري وبيبقى فيه عليها بعض الأشكال الحامية اللي هم ماسكين سكاكين دول. والسيدة الحامل كانت بتحط السكاكين السحرية أو الأوبجكت ده جنبها في فترة الولادة عشان تولد. تمام، so we have also on the lower register a very remarkable scene, a very remarkable register for the marshes of the delta. يعني إيه marshes؟ يعني أحراش الدلتا. Okay, the marshes of the delta. We can find here the different shapes of lioness-headed female figures. خلاص they are holding knives. And we can find also the shapes of the hippopotami standing on their forelegs, on their front forelegs, and they are holding the knives. They are protecting the marshes of the delta. Why they are protecting the marshes of the delta? Because the marshes of the delta were the place where Horus was born. هو المكان اللي تم فيه ايه عبادة الإله أو ولادة الإله هورس. طيب هي دي اهم المناظر. بتدخل بعد كده على المنظر او الريل الشابل الرئيسيه، المنظر ده هتلاقيه في وشك، يعني ده في الحيطه الخلفيه وانت ماشي 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 هتلاقيه في اخر ايه حيطه كده في وشك. ده منظر خلاص حورس اتولد، تمام، وهو واقف كده في احراش الدلتا ومتوج بتاج مصر العليا والسفلى، عشان كده ده ماستر بيس بالنسبه لك. وبيمثل بقى طبعا الحيطه كلها بترجع، يعني معظمها، معظم الحاجات اللي فيها بترجع للعصر الايه، عصر تايبيريوس وجاستس. هنشوف كده الحيطه كلها عامله ازاي. ادي المنظر اهو، شايفين ادي حورس. here we can found on the rear back of the sanctuary of the Mamizi. Horus is represented here in a full falcon standing in the marshes of the delta and wearing the double crown of upper and lower Egypt. خلاص، وده احد من المناظر الايه الشهيره جدا الخاصه بالاله حورس. طيب behind this scene we can find هنلاقي برضو ايه منظر تحت المنظر ده على طول. خلاص يعني المنظر ده هو المنظر اللي فوق، اوكي، في الحيطه اللي في وشك على طول وانت داخل، والمنظر اللي تحت دوت هو ده، ده المنظر اللي ايه اللي تحت. طيب ده بيمثل بقى مين؟ هنلاقي ان الاله امون، ادي الاله امون بالرشتين بتوعه اهم. طبعا انا كشخص متخصص ما بعتمدش على الايه، على الشكل، هو المفروض ان انت يعني لو اتزنقت بتقرا جيرميدوين ايمن اهوت، هو ده الاله امون. خلاص، وهو بيدي
مفتاح الحياة وعلامة العنخ لإيه؟ لوجه أمام وجه الإلهة إيزيس، والإلهة إيزيس حاطة الطفل بتاعها الإله حورس على هجرها، وبنلاقي وراها الإله تحط خلاص، والإله تحط ماسك إيديها كده وبيدعمها. طبعا إحنا بنلاقي بهايند تحط أدي نخبة خلاص، الفالتشر جادس of upper Egypt، تمام. و behind sorry behind تحط هنلاقي وجد the snake goddess خلاص of the snake goddess of lower Egypt، and behind Amun هنا this is the vulture goddess Nekhbet of of upper Egypt خلاص. طيب both حو، ادي حو اهو، حو وصيا. مين حو وصيا دول؟ حو وصيا دول هما احد التصاوير او التشخيص للقدرات العقليه، تمام، وارتبطوا بالاله بتاح، بما ان بتاح ده كان شخص كده يعني ايه بيعتمد على حتى قدراته العقليه في الخلق. فحو وصيا الشكلين دول، ادي حو ادي صيا، هما الالهه المرتبطه تشخيص للاوثوريتي وتشخيص القدرات العقليه للايه للشخص. نشرح المنظر تاني. Amun is giving here the sign of life to the nostrils of goddess Isis. He is giving the sign of life Ankh to the nostrils of goddess Isis. Isis here she is representing in the kneeling form, wearing the sun disk between two horns, and she is placing her Bukrat E on her lap. Behind her we can find Min, we can find Tahut. Tahut is here depicted as an ibis headed man. Okay, assisting Isis during giving A during here in this scene. Behind Tahut, Wajid, the snake goddess of Lower Egypt. Behind goddess Tahut, Wajid, the snake goddess of Lower Egypt, is standing. And behind Amun, Nekhbet, the vulture goddess of Upper Egypt, is standing. Okay, both Hu on the right, representing authority, التحكم, القوة, and Sia on the left, representing mind, the intellectual abilities, they are also both represented in this scene. طبعا ده منظر ماستر بيس، بتنهي بيه الماميزي من جوه، بتطلع بره خلاص. انت دخلت خط كذا كده منظر في الماميزي، عشان كده بقول لكم الماميزي بياخد شغل حلو جدا. وانت طالع هتلاقي في ظهر البايلون، انت دخلت من البايلون من خلال باب خارجي من باب صغير من البايلون، هتلاقي في ظهر البايلون هل في ديكوريشن؟ اه احنا لقينا ديكوريشن، ادي الديكوريشن هي الساكريت بوتس اوف ايزيس، وهي رايحه للايه لاوزايرس في جزيره بيجا. والمميز جدا او المختلف جدا، اول حاجه شايفين الرومان ساندل خلاص، الشكل دوت الى حد ما ظهر بكثره في المعابد المصريه في العصر اليوناني الروماني. وادي شكل الاله، ادي شكل الملك. الملك هنا أصغر في الشكل من الكهنة، ودي برضو حاجة يعني مختلفة وجديدة شوية، ما ظهرتش إيه قبل كده، هو ما كانتش يعني إيه متداولة قبل كده. ماشي شباب، مفهوم يا حبايبي؟ ايوه طيب يا دكتور، هي ما كانتش متداوله يعني، ما كانتش يعني، كانت ما كانتش كتير بتحصل، ما كانتش ولا دي رير اول مره جدا. بجد؟ لا هي مش اول مره يعني، مش في فيلا اول مره، بس كانت رير قوي ان قصه ان الملك يا يمنى يبقى اصغر من البريستس. يعني دايما بيحافظ على سيمترية ان الملك ده شخص مؤله وابن الاله وكده، بس هو اول مره يحافظ هنا على السيمترية. وعلى فكره اول مره برضو ان البروسيشن بتاعه المراكب ما يبقى حاملها اربعه بس، يعني برضو دي مختلفة شوية. عادة البروسيشن بتاعة المركب بيبقى أكتر من أربع كهنة شايلين الإيه المركب. So on the exterior wall of the pylon we can find also the shapes of the procession of the boat or the bark of Isis during her voyage to and from the island of Bega to visit the sacred tomb of her husband Osiris. And very remarkable here we can find the size of the king is smaller than the size of the priests. تمام سيدي، اهو شايفينه، ادي الشكل اهوت بتاع الايه بتاع الملك. ادي الماميزي من بره زمان بقى خالص، قبل ايه قبل الاكتشافات وقبل التنظيف بتاعه يعني. ادي الماميزي من بره، انت خرجت خلاص، ادي البايلون، انت خرجت كده لقيت نفسك في الكورت بتاعت ما بين البايلون الاول والبايلون التاني. ادي الماميزي، شكل الماميزي من بره،
اهو، يعني المدخل ادي الفيرست بايلون اهو، في مدخل جانبي بيدخل لجوه، كل الشرح ده كان جوه المبنى اللي جوه ده شايفينه. انا بطلع من هنا من ممر صغير كده، بقف هنا تاني، يبقى ادي الفيرست بايلون اهو، ادي السبسيدري انترنس بتاعه او المدخل الفرعي بتاع البايلون ده، بدخل فيه لجوه الماميزي كله. خلصت شرح اطلع بره، امشي كده اطلع بره واخد كده شمالي، تمام، وهقف ايه، وهقف هنا، تمام. المراكب متصورة فين؟ المراكب متصورة هنا في الجزء ده، ماشي يا شباب. ادي برضو هنلاقي الماميزي برضو من بره، هنلاقي فيه شكل we have also a series or a line of capital columns with composite capitals, and also we have here the abacus taking the shape of hathor, hathab nebufidu, horus of the 4a shapes, and we can find here the four snakes are directed to the four cardinal points. طبعا هنا السنيكس مش منحوتة بالشكل الايه القوي زي بتاعة نكتنبو. طيب ايه تاني ممكن تشرحه هنا؟ ادي شكل هاتحورك كابيتلز اهي، تمام. The shape of Hathor, her face with the ears of a cow. تمام. أشكال أنت أعتقد بقى يعني من كتر المناظر اللي احنا خدناها تقدر مثلا تشرح، أدي مثلا شكل purification أهو شايفينه، ده شكل coronation خلاص. فأنت حتى لو يعني مش عارف المناظر قوي، مجرد معرفتك شوية بالمناظر والسينس والأفرينس وقاري كويس في الديانة هتقدر إيه، هتقدر تشرح. احنا اهو ادي السبسيدري انترنس، عشان بس الناس اللي ما كانوش معانا، ادي السبسيدري انترنس شايفينه سنه ثالثه، ده السبسيدري انترنس، بدخل فيه لجوه خلاص، بخلص السينز كلها اللي عندي، بطلع ادخل شمال، اقف هنا، عندي الساكريت باركس منحوته هنا على البايلون، بخلصها بقف هنا بقى. طيب انا وقفت هنا ليه؟ عشان شكل هنا ايه، عندي مناظر لطيفه جدا، من ضمنها منظر مثلا للحتحورات السبعه، بنقول هنا سبع حتحورات ماسكين دف وبايه وبيعملوا كده نوع من انواع الايه الموسيقى، وده برضو منظر لطيف جدا. طيب برضو عايزين انت كجايد لازم تبقى عارف ده فوق منظر شايفين الجريك والكوبتيك انسكريبشنز، شايفين الجريك انسكريبشنز عامله ازاي، شايفينها الانسكريبشن طول ما انت داخل في او انت بتشرح في فيلا هتلاقي على طول الانسكريبشنز، بعد كده بقى جوه في الاجزاء اللي جوه هتلاقي كابت كروسز بدات تظهر او تحل، يعني ايه بدا يبقى هيحصل في بعض التكسير في بعض الاماكن ويبدا ينحت كروسز بدلها، تمام. ادي الشكل اللي احنا بنقول عليه اول حاجه دوت، عندنا شكل سمول كده، سمول فيجر اوف بوتولومي ذا 12 نيوس ديونيسيس، وهو نيلينج اون ذا سيمبل اوف ذا سيماتاوي. السيماتاوي دوت اللي هو ربطه او الرابطه ما بين اللوتس والبردي، كنوع من انواع اتحاد جزئي مصر. دي اول جزء، يبقى so who you can find here Ptolemy the 12th Neos Dionysus kneeling on the Sematawi sign, and we can find here the seven Hathors. خلاص الحتحورات السبعة they are playing on the tambourines. خلاص هم بيعزفوا كده على الدف in front of Isis and E and goddess Hathor. دي احد الاشكال او احد المناظر اللطيفة جدا اللي انت ايه تشرحها. عندك منظر دكتور معلش، هي الجريك الجريك انسكريبشنز اللي كانت في الليبيا دي كانت بتاعت مين؟ هي كانت يعني المعبد كان عادي من غيرها، بس هم لما حد جه كانوا بيعملوا انسكريبشنز عليها؟ كانوا بيعملوا انسكريبشنز عليها يومنا، وزي ما قلنا دي حاجه فعلا غريبه، يعني فعلا في ناس كتير جدا، سكولرز كتير جدا متخصصين في جزء الجريك انسكريبشنز واللاتن انسكريبشنز اللي حصلت في فيلا، لان هي الحقيقه اتنحتت، يعني السكولرز مستغربين ازاي هي اتنحتت في اماكن ظاهره زي دي، هل الكهنه كانوا موافقين على حاجه زي دي، هل ده معناه ان كان في موافقه ضمنيه بحاجه زي دي او لا، بس من الواضح ان في هذه الفتره ان احنا بنتكلم برضو ان الانسكريبشنز دي حصلت في العصر الروماني، حيث بدايات بقى ايه انهدار الفكر، يعني بدايه يعني ايه ان يبقى جزئيه المعابد والكهنه والكده بدات ايه تقل او تضعف، فاهماني ازاي؟ تمام. طيب عندنا برضو منظر مهم جدا، ده كل ده في الجدار فين عشان بس ما تتلخبطش، احنا واقفين هنا
هنبدأ نشرح فين عشان بس ايه الناس ما تتلخبطش. احنا وقفنا وشرحنا ده تمام. هنبدأ نشرح فين بس؟ هنبدأ نشرح المناظر اللي هنا دي اللي بره، خلاص من بره كده اللي هي فوق، 1 2 3 اللي هي الجدار الخارجي ده، دي المناظر اللي انا هشرحها دلوقتي. طيب ايه المناظر دي؟ عبارة عن ايه؟ هنشوف كده، ده خلاص خدناه، ده مثلا اوجستس خلاص موجود على الجانب الشمال اهو، بريزنتنج واين تمام للالهه حتحور وحرب قراط اهوت. ودي الهه اسمها ايه بقى الالهه دي؟ اسمها الالهه مارت. مارت ديت معناها مارت هي المحبوبه، ومارت هي كانت الهه الموسيقى، وهي بتعزف على اله الهارب، عشان كده دايما يقول لك ان اله الهارب دي اله اله ايه اله فرعونيه. ما سمعتوش الجزئيه دي قبل كده؟ تمام. وحتى هي كانت إلهة صغرى يعني ما كانش ليها دور بارز، بس الإلهة مارت ذكرتها النصوص إن بسبب غناها وعزفها الجميل الكوزميك أوردر واز استابلشد، إن هو النظام الكوني بدأ إيه بدأ يعني إيه يستقر. تمام. يبقى here we can find Augustus presenting wine to Hathor and Harpocrates, and in front of him we can find Goddess Merit. She is playing the harp. The goddess here is described to please the heart of Hathor. إن هي بتسعد قلب الإيه الآلهة والآلهات. طيب عندنا منظر ظريف جدا أهوت. Augustus is sprinkling the bayai اللي هي ال treasures اللي هي مختلف نقول عليها ايه اللي هي الادوات الثمينه او الحاجات الثمينه قدام الاله حتحور، مستريس اوف بيجا سيده بيجا، ووراها الاله حربقراط. ده برضو ممكن تقف عنده شويه. تمام. منظر تاني ده ظريف جدا برضو، ده منظر للاله تايبيريوس وهو بيقدم تيجاني مصر، خلاص اللي هو الدشرت والابر واللور كراون بتاع ايجيبت، وهو بيقدمهم لمين بقى؟ بيقدمهم لحربقراط وهو انسايد اكانوبي، هو داخل كده داخل كانوبي، والكانوبي دوت محمول على اسد، وادي الالهه وراه الالهه ايزيس وهي بتعطي للامبراطور علامه الحياه. تمام. يبقى هو هنا we can find Tiberius is offering the two crowns of upper and lower Egypt حجت and دشرت، and he is presenting him to Harpocrates. Harpocrates here is wearing the double crown of upper and lower Egypt, and he is placed inside a canopy over his on the back of a lion, and behind him we can find Isis. She is depicted giving the life to the emperor. منظر برضو ظريف جدا. Tiberius is presenting the flowers, the renipu, to Isis. خلاص مين دي؟ بعرفها على طول من نجمة سيشات. طب مين دي؟ معت. خلاص. And here Isis is suckling her small child اللي هو ايه حربقراط. برضو من المناظر اللطيفة جدا جدا، وظهرت برضو على الجدار الخارجي للماميزي بتاعنا. خلاص. طيب انا كده في المنطقة the second court، في المنطقة ما بين ال first pylon with second pylon. This is the second pylon. This is the the second pylon. It's طبعا smaller، هو اصغر في الشكل من المعبد البايلون الاولاني. والبايلون دوت بنلاقي فيه سينز لبطلميوس الثامن، وهو طبعا قدام وبطلميوس ال 12 كمان، هو بيقدم بعض القرابين لهورس وحتحور على اليمين، وميكينج اوفرينج تو اوزايرس وايزس على الشمال. تمام. هورس وحتحور على اليمين، واوزايرس وايزس على الايه على الشمال. تمام. هنلاقي برضو بعض هنا بدأت تظهر بقى موضوع الكروسز دوت، هيبدأ يظهر بشكل كبير. وعندنا هنا الستيلة، شايفين الجزء ده؟ خلاص في كده ستيلة كبيرة، دي بترجع لعصر بطلميوس الخامس، والستيلة ديت مصنوعة من الجرانيت، وبترجع على حسب طبعا الانسكريبشنز بتاعتها بترجع للسنة ال 24 من عصر بطلميوس الخامس، وهو وكيلوباترا الثانية بيصوروا أو بيعملوا بعض القرابين، بطلميوس السادس قصدي، هما بيعملوا بعض القرابين لإله إيزيس والإله حورس، وتتم تقسيم الديديكاشونز ديت أو الأماكن بتاعة المنطقة اللي حوالين فيلا تم إهدائها وتكريسها لعبادة الإلهة إيه؟ لعبادة الإلهة إيزيس. تمام. يبقى we can find we are here in front in the middle part in front of
the second pylon, which is smaller in size, and the first pylon. The first second pylon, as we said, is smaller in size. It dates back to Ptolemy the 8th, and we can find here Ptolemy the 12th is making offerings to Horus and Hathor on the right, and Osiris and Isis on the left. And we can find here also a block of or a stela of Ptolemy the 6th in the Eastern Tower, and this is made of granite. It dates back to the 24th year of Ptolemy the 6th. According to the inscriptions, وفقاً للإنسكريبشنز اللي موجودة, we can find that this place, he is consecrating Ptolemy the 6th and Cleopatra the 2nd are consecrating the region, المنطقة around فيلا to the cult of goddess Isis. هو بيهدي المكان كله وجزيرة فيلا كلها لعبادة الإلهة إيه؟ لعبادة الإلهة إيزيس. دكتور معلش, هو الكلونيد ليه داخل في البايلون؟ هو ده بتاع حد وده بتاع حد تاني؟ أنهو كلونيد اللي داخل في البايلون؟ الصورة اللي فاتت على طول. ثواني كده, ده أشكال الكروسس. هنرجع بس بالصورة ورا كده عشان ده الإيسترن كولونيد. الإيسترن كولونيد اللي ما بين ده الفيرست بايلون أهو, ودي السكند بايلون. خلاص, ده الإيسترن كولونيد. بدل الويسترن كولونيد الناحية التانية لقينا إيه؟ الماميزي. ماشي؟ اوكي, هرجع لك بس شويه ورايا يوم من ثواني. اتفضلي. ايوه, هي قولي لي. هنا هو الكولونيت داخل في نص البايلون. ده ده مش حد عامله, ده كولونيت, حد عامله. ده مش كولونيت, ده الماميزي. ده الماميزي ده اصلا. الماميزي وده تمام. الايسترن كولونيت. ما هو احنا اتفقنا ان هما للاسف البناء, يعني هو مش داخل فيه على فكره, هو يعني مش قاطع. انت قصدك عشان هو قاطع فيه؟ يعني هو حصل يعني ايه بعض القطع, وعلى فكره هو برضه حصل قطع هنا نتيجه ان السولجرز اللي دخلوا المكان حصل برضه بعض القطع اللي هو ايه اللي بوظ الرسمه نفسها. فعلا عندك حق, ماشي. بس ده مش الايسترن كولونيت, ده الماميزي, والناحيه دي هو الايسترن كولونيت. ماشي يا شباب, ادي الستيلة بتاعت بطولمي اهو. بدأت بقى تظهر ان الكروسز by the after the arise of the Christianity and admitting Christianity as one of the official religion during the Byzantine period, it was يعني according to the Christian decrees that the places of paganism were destroyed, and therefore they deliberated the different figures or shapes of the deities and placed a cross inside it. يعني كنوع من أنواع انتصار المسيحية على إيه؟ على الوثنية. This is the second Eastern colonnade. This is the second Eastern colonnade connecting A and A. It connects between the first pylon and the A. Any manage? It connects between the first pylon and the second pylon. Second pylon. Okay. This colonnade also was established during the reign of Ptolemy the 8th. The scenes dates back to the reign of Ptolemy the 12th, and we can find here different gateways, خلاص, leading to different rooms. The function of these rooms are not يعني known يعني. بس على فكرة احنا عندنا الآخر واحدة ديت يقال, يعني يقال بأغلب الظن ان هي كانت بتستخدم كمكتبة, ان هي كانت بتستخدم زي ادفو كده, كان في مكتبة خاصة بالمعبد, فتعتبر ايه, it's the library of the ايه of the temple. ماشي يا شباب, خلاص. ده الفيرست هايبوستايل هول. خلاص, الفيرست هايبوستايل هول we can find here انا عندنا 10 كولومز, وبياخدوا شكل البالمي فورم واللوتي فورم كولومز والكابيتال كولومز. الفيري يونيك ان الجزء الاولاني من الهايبوستايل هول اتس نوت كفرد وذ سيلينج. هذا اوريه لكم كده, ادي اهو الفيرست هايبوستايل هول شكله كده. يعني احنا دايما بنقول وقلنا كتير جدا جدا قصه الاضاءه, تمام. هو استخدم الفتحات بحيث ان يدخل بيلعب بقصه الضوء والنور بشكل او باخر, بحيث ان هو يدي جماليه للمكان, مش شرط بس لإنارة المكان بالشكل العادي والتراديشنال. هو بص للنور, للظل والنور
بشكل اخر بمنظور جمالي اكتر. تمام، فاللي بيميز الفيرست هايبوستايل هول هنا ان هي فيها بعض الاجزاء غير مغطاه خلاص، وبعض الاجزاء جوه هي اللي مغطاه. ماشي يا شباب، يبقى the first hypostyle hole what is unique in it. اول حاجه having 10 columns and the 10 columns are different in shapes. Having palmiform, lutiform columns and composite also capitals. And the frontal part of this hole is uniquely covered. After the spread of Christianity, part of this temple was functioned as a church. The first hypostyle hole بعض الاجزاء فيه تم تحويلها لكنيسه خلاص، ودوت واضح وانت داخل كده على ايدك اليمين، هتلاقي فيه altar كده اتعمل واتحط فيه crosses، وحتى اتعمل حنيه كده اتعملت يونيكلي ناحيه الشرق، فهي كانها حنيه خلاص، لان الحنيه بتاعت الكنائس بتبقى ناحيه الشرق، فهو عمل الحنيه دي ايه ناحيه الشرق، وعمل كروسس مختلفه، ويقال ان هذا الجزء من المعبد تم تحويله لايه لكنيسه. يبقى after the spread of Christianity this part of the temple functioned as a church. The eastern wall was covered with plaster and covered with crosses. We can find here an altar and also we can find here an apse in the eastern part. Also, as we said before, very unique are the shapes of the columns, palmiform, lotiform columns here. And we can find also the shapes of the ceiling. As we said before, the architect during the Greco-Roman period used the shade and light to overwhelm the place with beauty. خلاص one of the decorative shapes is a it's a decor not only for illumination. So part of the hypostyle hole was not covered and the inner part was covered. دي برضو من الحاجات المميزة. ماشي شباب، ال inner rooms وال sanctuary طبعا كلها offering scenes. They are representing two offering scenes. We can find two subsidiary rooms، حجرتين، وبعد كده حجرة ال main sanctuary بتاعة ال temple. And the sanctuary طبعا there we can find the base. ادي البيت اهو where the sacred bark of Isis was once placed. This dates back to Ptolemy the third, and the walls of the sanctuary and the offering scenes dates back to Ptolemy the second. It's worth to mention that the scenes are dating back to earlier periods when we are going inwards. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاجزاء اللي جوه هي الاقدم الاجزاء في اي معبد، والاجزاء اللي بره هي الاحدث، لان البناء كان بيتم من جوه لبره زي ما قلنا كتير قبل كده. ادي ال inner hall and rooms. They are completely covered with different shapes of purification scenes, offering scenes. And this is the entrance to the sanctuary. We can find here two subsidiary rooms leading to the corridor of the different chapels around the sanctuary. تمام، on the roof طبعا الروف بتاع فيلا مقفول خلاص. احنا عندنا two Osirian chapels. One is not decorated خالص، والتاني بقى الحقيقة هو في مناظر بديعة جدا. The Osirian myth is comprehensively represented. المناظر كلها أسطورة إيزيس وأوزوريس متصورة، اللي هو البعث والكفن، وان هما ازاي والامبالمين، كل دوت متصور على الاوزايرن شابل، one of the اوزايرن شابل on the roof of Isis temple. تمام كفاية ولا نكمل؟ نكتفي بكده؟ لا كفاية.